إذا مشاهدي قناة شو تيفي، أهلا وسهلا بكم. بث مباشر هنا من مدينة الدار البيضاء. كما كتشوفوا معنا يعني مشجعين عاشقين للظاهرتين كرة قدم ميسي ورونالدو. أكيد الحدث ديالهم هنايا هم أنهم تلاقوا، يقولوا لبعضياتهم أن ما يمكنش أن رونالدو استمر في الدوري السعودي، وكذلك الأخ اللي كيشجع ميسي كيقول ما يمكنش أن ميسي انتقل. يعني بعد هذه الاخبار اللي درجت ان فريق الهلال السعودي كيضخ مبلغ 400 مليار من اجل جلب ميسي. يعني قربكم بعد من هاد المشجعين ونفرجوا لكم. السلام عليكم. عرفنا انت مشجع رونالدو، كيفاش شفت الانتقال ديال رونالدو من حيد الوداد. حتى كيف تشوف الخليج ما توفقوش، ما تعطيش كيف كانت تعطي الفرق. واخا شفناك يعني رغم انك ما عاجبك ان رونالدو انتقل للدوري السعودي، الا كانك لابس التوني ديال النصر السعودي في رونالدو. انا رونالدو تابعه دائما، واخا ما عرفتش فين يمشي، ولكن كيبقى العشق الابدي ديال رونالدو، هذا هو المشكل ديالي. والبلان هو ان رونالدو واخا مشى للفريق الخليج ديالو ولا مشى للفريق اللي فهمتي اللي ما بغيناش يمشي، ولكن ما عندنا ما نديرو، وكيبقى رونالدو هو الكبير. ميسي، السلام عليكم. مشجع الظاهرة ميسي، كيفاش شتي يعني هاد الأخبار اللي راهي مؤخرا حول فريق الهلال السعودي مهتم بميسي؟ تحية طيبة في هذا المساء الجميل بعد المشجعين ومتتبعين اللاعب ليونيل ميسي. أول حاجة أنا ما بغيتش اللاعب ليونيل ميسي أنه يكمل المسيرة ديالو في الفريق الهلال السعودي، لانه كتسبق له انه توج بكاس العالم، هذه هي اول حاجه. وهذا كاس العالم هذا هو واحد لقب اللي غالي واللي غادي يعجب بزاف ديال العروض باش يمشي لفرق كبيره. اما بالنسبه للهلال هو فريق هين، انا كنعتبر ان الوداد احسن من فريق الهلال السعودي. يعني كما تشوف يعني رغم هذا المبلغ المالي الكبير اللي داروا الهلال السعودي 400 مليار، يعني انت ما بغيتش ميسي؟ لا، انا بغيت ميسي يستمر مع فريق باريس سان جيرمان. هو لاعب كبير كيتميز عنده امتيازات بزاف، انه كواري كيسجل اهداف، وان شاء الله كنتمنى اما يرجع لنادي اف سي برشلونه ولا يستمر مع الفريق ديالو الحالي باريس سان جيرمان. واخا كيفاش انت انتقال ديال رونالدو؟ انا شفت هذا الانتقال ديال كريستيانو رونالدو هو تتويج للمسيره اللي كان دوزها مع فريق ريال مدريد وفريق مانشستر يونايتد، وهذا المبلغ المالي اللي خداه وتتويج هو ايضا تتويج المسيره ديالو القاريه. اللي كيفاش انت ما بغيتيش يعني ميسي في السعوديه وفرحتي رونالدو في السعوديه؟ لا، انا ما فرحتش ليه، لانه هو ايضا فريق النصر السعودي هو فريق هين وماشي بشي فريق اللي قوي يقدر ينافس على بطولات، ماشي بحال باريس سان جيرمان. ميسي يقدر ينافس على الكرة الذهبية، ينافس على الشامبيونز ليغ، على شحال من حاجة. أما رونالدو أنا اعتبرته كتتويج للمسيرة الكروية ديالو. يعني بحال النهاية ديالو. بحال النهاية ديالو. وقع رونالدو أخويا كيفاش كانت الأخبار اللي راه حول انتقال ميسي إلى السعودية؟ أنا كنقول ميسي غادي يبقى في باريس، حيت ميسي دور كبير في ذاك الفريق تماك، وكلاعب تا هو كيعجبني ميسي ككاريزما ديالو، كلاعب أسطوري تاريخي. وكان عنده لقب الاخر هو كاس العالم. انا كنظن بان ميسي غادي يبقى في باريس، و صعيب باش يمشي للدوري الخليجي وهادشي اللي كاين. الله يحفظك.